في عام 1920 وفي مدينة رأس العين التي تقع في أقصى شمال شرق سوريا بريف الحسكة، ولد إسماعيل حسني الذي سيعرف لاحقاً باسم إسماعيل حقي. انتقل الطفل مع عائلته في سن مبكرة إلى مدينة حلب ليلتقي خلال المرحلة الثانوية بمعلمه الأول منيب نقشبندي في مدرسة التجهيز الأولى، الذي رعاه كما رعى غيره من الأسماء التي لمعت في قصة الفن التشكيلي السوري، حيث شجعه وساهم في تنمية موهبته الفنية. عاد إسماعيل حسني حقي إلى شرق سوريا بعد تخرجه من الثانوية عام 1940 ليعمل موظفاً في مدينة البوكمال وينصرف إلى الكتابة المسرحية والرسم، فيما عمل مدرساً لمادة التربية الفنية في دير الزور، وأسس فيها أول فرقة مسرحية واهتم بأن يصنع ديكور عروضها بنفسه. خلال تجربته المسرحية والفنية في دير الزور التقى إسماعيل بفنان فرنسي كان يزور ريف دير الزور. أدرك حينها أن عليه أن يتوجه إلى أوروبا إذا أراد الاطلاع على التجربة التشكيلية والفنية بشكل أكاديمي، ليوفد إلى روما على نفقة بلدية حلب عام 52 ويلتحق بأكاديمية الفنون الجميلة قسم الديكور. وفي روما احتك بأبرز أسماء دارسي الفنون والفنانين التشكيليين السوريين من أمثال فتحي محمد رائد النحت السوري. بعد أن نال إجازة الفنون في قسم الزخرفة وأتبعها بدراسة أخرى في الإخراج المسرحي من أكاديمية المسرح الحر بروما، عاد إلى حلب عام 56 ليلتقي بالفنانين غالب سالم ووهبي الحريري وفتحي محمد وفاتح المدرس، ويساهم معهم في إغناء الحياة الفنية في حلب، ويشارك في المعارض الجماعية التي نظمتها الدولة في كل من حلب ودمشق. في مطلع السبعينات من القرن الماضي انتخب أول رئيس للمكتب الفرعي لنقابة الفنون الجميلة بحلب، ودرس حينها في جامعة حلب مادة علم الجمال وتاريخ الفن وأصول الرسم لطلاب كلية الهندسة المعمارية، وساهم في تعديل منهج الفنون وتاريخها، وكان في طليعة النقاد الذين كتبوا في الصحف السورية والعربية. عاش إسماعيل حسني حقي مناخا ثقافيا حرا كان سائدا قبل انقلاب البعث الأسود، مارس فيه الرسم والكتابة وكتب في النقد الأدبي في صحافة ما قبل البعث. وفي عام 73 سافر إلى الجزائر للتدريس فيها، وهناك تفرغ بعض الوقت لإنتاجه الفني، حيث أقام معرضا مشتركا مع صديقه السوري محمد عزازي الذي كان في بعثة تدريسية في الجزائر أيضا، كما التقى هناك الفنان التشكيلي السوري أسعد المدرس، ثم عاد إلى حلب وبقي فيها حتى توفي عام 1980 وهو في 60 من العمر بعد صراع مرير مع المرض الذي أنهكه طوال 3 سنوات. ترك إسماعيل حقي تلاميذ كثر من خلفه، وترك أعمالا مسرحية كتب بعضها وصمم ديكور بعضها الآخر وقصصا لم تنشر، وجاهد كثيرا كي يحول روايته عبر سبيل إلى فيلم سينمائي كان له السيناريو والحوار والإخراج. تم إحداث مركز للفنون التشكيلية باسمه في دير الزور، وكان الأديب وليد إخلاصي يلقبه بشيخ عشيرة الفنانين التشكيليين. أما نجله المخرج هيثم حقي فقد كان يعتز بإرث أبيه الذي انتسب به إلى الميادين ودير الزور حيث المنبت العائلي حينا، وإلى حلب حيث البيئة الثقافية حينا آخر.